يسعد لي صباحكم، اهلا وسهلا فيكم باكلتنا الجديده. صباح فتوش معكم اليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده جميعا ان شاء الله. قبل ما ابدا الاكله كالعاده حطيت لكم الورده الحلوه، حطيت لكم اياها انا قبل المره باكلي قبل هي. ما بعرف اذا احط هذيك الاكله ما هي، لانه انا بسجل الاكلات وبعدين بحطها، يعني ما تفكروا بنفس اليوم اللي بسجله انا بتنحط الاكله، لا. فأنا اليوم على كل حال راح أسوي لكم خروف بالفرن. أنا قبل المرة أرجيتكم الخروف بالفرن مساويته، بس سويته خروف بس لحاله. اليوم راح أسوي الخروف وأرجيكم إنه بالأخير، بعدين راح أحط له بطاطا وحط له نجاس على طرق من الطرق اللي موجودة، يعني طريقة إسبانية طبعا مو طريقة عربية. فعندي نص هالخروف، تصوروا نص خروف، نص خروف بس هون، لانه الخروف بيجيبوه كتير صغير يعني لساته رضيع مثل ما بنقول احنا، لسه قبل ما يبلش ياكل هون بيذبحوه. هاي العاده موجوده هون كتير باسبانيا، في منهم قالوا لي يا حرام شلون هيك، فشو بدنا نسوي هيك يعني بيساووا هون. لا شعل الضوء لانه شايفه ما شعلت الضوء، شايفه غامق الصوره. طبعا انا اول شيء هلا غسلته كله، غسلته منيح، ما رح ارجيكم كمان طريقه الغسيل، غسيل يعني مثل ما بيعرفوها كلمات هو الغسيل، مشان ما اطول الفيديو عليكم، لانه الحقيقه دائما باكل خناقه انه اطول الفيديو واحكي كثير. فانا هلا رح ملحه وبهره اول شيء وحطه بالفرن، هي اول شغله. رح احطه يعني شيء نص ساعه على 190، بس اول شيء رح بهره وحط له شو البهره يعني، بس في ملح وفلفل فقط لا غير. الملح شايفينه هذا الملح، ملح هذا شو بيقولوا من هيمالايا، ايه يعني طعمته كثير ظريفه هيك. هلا هذا الملح من هيمالايا، رح نملح هلا شويه هيك، ونحط الفلفل بس يعني هيك ملح وفلفل، وحط له بعدين شويه زيت. هلا هاي هيك، وهلا بنحط زيت شوية يعني، كمان مو انه والله رح نعبيها، شوي شوية زيت. وهلا رح نقلبه للجنب الثاني. هلا في 100 طريقة، وطريقة لل شو اسمه شو الشوي، فيعني عدة طرق. هلا انا عم حط هيك ملح لانه بعدين لسه بده يجي شوية ملح مع الخل، رح ارجيكم انا هلا شوي شوي شو رح اساوي. بعتت ابني ليجيب لي هلا بطاطا ونجاص، لانه ما عندي، وبتعرفوا الاولاد يعني تبعتون وين بالفاويلا بدهم لحتى يروح يجيبوا لكم الشغله. فقلت رح ابدا احطه هلا بالفرن، بما انه بدي احطه هيك نص ساعه هيك على 190، قلت لحطه بين ما يجيب لي البطاطا، وهي بالاخير هي يعني تقريبا، لانه هلا معزومين لعندي وحده هي وجوزها اسبان، وما بيحبوا كثير البهارات والشغلات هي، فما رح احدده كثير يعني. وهلا كمان رح نحط له هذا هلا هيك شويه زيت بهالطريقة هاي هيك فقط لا غير. يا وهلا بقى بنحطه بالفرن. طبعا انا اللي ما قلت لكم اياه انه قبل ما ادور باي شيء غسلت منيح منيح ايدي بالصابون قبل ما ادور باي شغله، يعني هاي مهمه، مشان هيك هلا بساوي هيك انا، مشان الزيت ها والملح والهي يتخرق بقلبه هيك بهالطريقه هاي. هاي حطيناها، هلا انا بحطه بالوسط دائما يعني لا فوق ولا تحت، بالوسط 190. هي هلا رح اوضب انا 3 سنان توم، 3 و4 مثل ما بتحبوا حسب كبرهم وحسب ما بتحبوا انتو كمان تكون الطعمه يعني. هاي شايفين التوم بقيم الواحد منهم، عاد عندي يعني لتقشير التوم، بس بيقول واحد 3 هلا ما محرزين، ها شايفين دائما الا
ما يطلع الثوم في عله في شغله. المهم هلا انا رح هلا مو افرمون لا دقهم اذا عندكم مدقه يا اما بتنعمون على الطريقه الحديثه يا بتدقون بالجرن بتدق على الدقه القديمه. عندي في جرن ها بس يعني ما محرزين كمان هلا اشتغل بالفرن قبل الفرن بالجرن هلا ها هلا بنحطهم هون هي على الطريقة الحديثة مثل ما بنقول احنا. والله ما عاد عنده قوة الواحد. اسكتوا يا جماعة الواحد قوته ما في الا عم تخف كبر كبر. الله لا يديمكم بجاه النبي ولا يجعكم. ها شايفينها هلا هلا بدي انا هدول حط عليهم شوية ملح وخل مشان حطهم هلا بعدين بعد نص ساعه هل شايفينها هلا هي خل تفاح هذا الخل خل تفاح راح احط عليهم هلا استنوا راح احط عليهم اول شوي ملح يعني نص معلقه صغيره ملح ولو انه حطيت يعني قبل بس يعني هي نص معلقه ها كثيره يعني هلا بنحط الخل شايفين هلا اذا في اي زنخه اي شغله بتروح يعني بالخل هي وضبنا هلا الخلطه شايفين شويه ملح وشويه مع خل قد ما بدكم تحطوا هلا مثل ما شايفين يعني شي نص كاسه قد نص كاسه المي هلا هيك مشان اقدر احط عليهم كله على الخروف قصدي يعني هلا طلعته بعد نص ساعة راح احط له راح احط له الخل مع الثوم فوقه هذا راح يعطيه طعم الخل لانه هو كمان بي يعني اذا قاسي بيطرى اذا قاسي بس هذا صغير يعني بس هي كمان يعني معلومة الخل بيطري اللحمة اذا قاسي ف يعني هلا هاي هلا حطينا هاي وهلا رح احط له كاسه مي بقى بالصينيه كاسه مشان الشو مشان هلا ما تنشف الصينيه بس شايفين طالعت يعني من نفس ال هاي هلا هلا رح احط كاسه مي بارضيه الصينيه مو على الخروف بالارض بالصينية يعني بأرض الصينية وهلا رح احطهم هلا واتركهم يعني شي 15 دقيقة على الميتين هلا رح ارفعه على الميتين شوفوا الساعة دي الساعة وهلا هون رفعته على الميتين هلا رح اوضب انا البطاطا شايفين هاي غسلتها مني شوفوا بقى خليتها بدون ما تقشيرة كبيرة والله بس شوفوا هلا بالطول رح اعملها هيك وهي كسروا الباب ما حدا كسر لي الباب هلا هي بتكفيني كنت احط اكثر والله بتكفي انا شايفتها وهي هلا النجاصات هذا النجاص والله ما بعرف اذا شو في منه بالدول العربيه هذا اسمه هون كونفرنسيا ما بعرف يعني انا رح احط له نجاص هي شغله جديده كمان بنفس الطريقه رح اساويها شوفوا يا المنظر هلا خليته والله انا خليته اكثر شيء نص ساعه تقريبا لانه ما كان يجيبني يجيب لي الاغراض فخليته انا ما مشكله لانه هيك حسيت انه حيطرى اكثر بدون لا ملح ولا شيء لانه هلا من الملح نفسه تبع ال شو رح اقول لكم الكورديرو اسمه كورديرو بالاسباني الخروف اسمه كورديرو بالاسباني فرح نحط هلا وشوفوا هلا بس بياخذ طعمه هالمرقه هي تبعه او الصلصه هي رح نفرده هيك بعدين رح تشوفوا المنظر اللي بشهي
كنت برسي انا واو كبيرة هي رفيقتي قبل ما شو رايك والريحة بتقلي الريحة شايفينها يلا هلا رح ارجع احطهم هلا حطوا هلا نص ساعة تانية او ثلث ساعة يعني هيك شيء هي هلا طالعته من الفرن ما كنتم شايفين والله خليته شوي ربع ساعة زيادة لأنه ما كانوا يجوا ضيوف فيه فهلا رح اسوي له هلا الصلصة وارجيكم اياها هي هلا حطيت الصلصة هون اللي طلعت من الخروف ورح احط هلا نص كاسة مي معلقة طحين طحين درع طحين درع هذا ايه معلقة هاي هلا ها بعد ما غليت الصلصة رح احط انا من الطحين وحرك المي هاي مع الطحين لحتى اشوف انا السماكة اللي بدي اياها هاي الصلصة اللي بدي احطها هلا فوق الخروف اي المعلقة هاي كويسة ها شوفوا حتى ما شايفين هلا بلشت تسمع هيك بديها سميكة يعني بقى عبير هلا هون شايفين هاي الصلصة فادي هاي هلا هاي الصلصة الخروف رح تعطيه لسه طعمة فرجة هي نفسها هي يعني من الخروف نفسه يا سلام ابني يا سلام حاجة هيك ما وهلا نحط على الثانية ما مبين الثانية امي هي هذا ابني طول ما انا قاعدين نضل نحكي يعني ما في مجال ما في مجال شايفين البطاطا واللي طلع منظرهم بشهي الحقيقة هي هي وهلا رح ارجيكم المنظر ب ها الاثنين هاي المنظر شوفوا المنظر اللي بشهي هلا بدي ارجيكم شو رح ناكل معه هلا رح ارجيكم الطاوله اللي حطيناها ما في كل هالقد يعني على الطريقه العربيه هاي الحمص سوا ابني بطريقته الخاصه شو يوم بساوي لكم اياها وهذا الهليون مع الصلصه تبعه بالخل وهي هاي الاكله بتتاكل مع سلطه خس وبصل مع الخلة هي بس وهلا اللي نسيت حطه شوفوا شوية شو بيقولوا له تي هي لازم يعني ها هي شوية بقدونس يا سلام وشو البطاطات يعني طالعين هليون والشو اسمه استنوا والله لازم ارجيكم لازم ارجيكم شوفوا لي هي شو اسمها شايفينها يعني والبطاطا شايفين رايحة نيفة وال يلا تفضلوا يا جماعة شايفينها شايفين يعني مستوي على الآخر يا سلام يلا وإن شاء الله هيك بنشوفكم بالأكلة الجاية وإذا عجبتكم لا تنسونا من اللايك ومن الاشتراك اللي ما مشترك وتفعيل الجرس لأن يصلكم آخر أكلات بسويها يلا ونستودعكم الله معكم مع السلامة وإذا عجبتكم الأكلة لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ماله مشترك وتفعيل الجرس عشان تصلكم آخر أكلات بسويها قالوا لي نحط لك لايك قلت لهم يا ريت قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيك بكتير قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي